السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هقدم لك برنامج الأمين المحاسبي، مشتريات ومبيعات ومخازن وعملاء وموردين ومصروفات. برنامج مصمم بالإكسل، هسيب لك رابط البرنامج وهسيب لك كمان الأكواد. تقدر تستخدم البرنامج لأي شركة لأي بيانات. ده طبعا مصمم بالإكسل وليس أكسس. شاشات كاملة، تمام؟ هنا شاشات كاملة، شاشات متحركة تقدر تشتغل عليها، تمام؟ تقدر تشوف كل البيانات بتاعتك اللي انت هتقدر تشتغل بيها. العملاء تقدر تخش على العملاء، خش على الستور، تمام؟ تقدر تخش شوف المصروفات. في حاجات طبعا انا موقف البيانات بتاعتها، مش هتقدر تشتغل من عليها، تمام؟ لكن زي ما انت شايف الشاشة الرئيسية، وتقدر تخش على البيانات بتاعتك، وتقدر تخش على النماذج بتاعتك، تخش على المبيعات، وممكن تختار اي صنف من الاصناف، تمام؟ وتقدر تشتغل على الحركة بتاعتك اللي انت هتبدأ تشتغل عليها، وتقدر تدخل البيانات بتاعتك بكل سهولة. يعني انا ممكن ابحث من هنا باسم، اي اسم مثلا كريم، هيبدأ يديني كريم مثلا، اقول له مثلا هنا بحث بالاسم. ممكن تبحث بهنا، تعمل الحركة التاريخ، تقدر تخش على البيانات بالكامل. طبعا الايتم، تخش على الايتم تقويض المنتجات، تمام؟ وده شاشة رئيسية تقدر تخش بيها على المنتجات. هنا بتحط الكود، تمام؟ الكود بتاعك انت وصلت رقم 9، بعد كده بتخش هنا، تمام؟ ممكن ما تكتبش هنا، ممكن اقول له التصنيف. هنا ممكن اقول له كريم شعر، كريم شعر، تمام؟ وهنا اسم الصنف اقول له كريم شعر، تمام؟ او ممكن اقول له كريم شعر بالمرز، تمام؟ جديد، تمام؟ سعر الشراء ممكن اقول له 120 جنيه، سعر البيع ممكن اقول له 145 جنيه، الملاحظات كريم مثلا جديد، تمام؟ واجي اقول له ترحيل البيانات، هيقول لك يرجى التاكد من ادخال كافه البيانات، تمام؟ هنا اول ما بدخل طبعا لازم يكتب لك رقم 10، خلاص، وبيبدا يدينك، اقول له ترحيل، تمام؟ بيبدا يترحل لك البيانات بالكامل اهو، هيبدا يترحل لك البيانات بتاعتك. ابدا اخش، ويبدا يخش لك على البيانات بتاعتك اللي انت دخلتها في النموذج، تمام؟ ممكن اخش على المخازن، تقدر تخش من هنا من الشاشات الرئيسية دي، تمام؟ واستعلامات، تقدر تخش استعلامات، استعلامات وبحث شامل للمخزن، تمام؟ تقدر تخش على البيانات بتاعتك اللي انت هتستخدمها في البرنامج. البرنامج سهل وبسيط، تقدر تستخدمه عن طريق القوائم اللي احنا شايفينها دي، تمام؟ القوائم اللي انت هتقدر تستخدمها، او ممكن تعمل استعلامات للصنف او تكويد الاصناف، او تخش على الفيو الشاشه الرئيسيه. عندك استعلام الفواتير، استعلام مشتريات، استعلام عميل، استعلامات مبيعات، هنا العملاء، تمام؟ وهنا بتدخل العملاء بتوعك اللي انت بتبدا تشتغل عليهم، بيانات العملاء، وهنا كود العميل مثلا، كود العميل رقم 8، وهنا تصنيف العميل مثلا كتب خارجيه، خارجيه، تمام؟ وهنا بقدر اقول له تعالى، هنا اسم العميل احمد محمد، تمام؟ والعنوان، وبكتب البيانات بتاعته كلها، تمام؟ بقدر ادخل البيانات والرصيد العميل بتاعي، تمام؟ واقدر اخش على الرصيد، وممكن ادخل من هنا، اقدر هنا استخدم البيانات بتاعتي اهو، اي بيانات بدوس عليها، او اي بيانات هنا بدوس عليها، بيبدا يظهر لي العميل بالكامل اهو، مجرد ان انا بضغط على الاسم بتاعه عند كده، خلاص يبقى يقدر يشتغل معايا. سيلز هنا المبيعات، تمام؟ ممكن تخش هنا كده، تقدر تخش هنا في البيانات بتاعتي اللي انا هبدأ اشتغل عليها، المبيعات، تمام؟ تقدر تكتب الحركة، تمام؟ والكريم والبيانات، ممكن تحط ممكن اضغط على اي بيان هنا كده، مثلا اقول له مثلا ديت رقم 15 او رقم 8، رقم 8، تمام؟ واجي اقول له مثلا هنا، مثلا هنا 4/25، تمام؟ هنا التاريخ، واجي اقول له التعديل، واقول له ايه ترحيل البيانات. مجرد ان انا قلت له ترحيل، بدا يرحل لي البيانات بتاعتي. يعني انا مش لازم اكتب البيانات كلها، يعني انا هنا المبيعات، هنا بيديني التاريخ، تمام؟ وهنا بيديني الكود،
تمام. الكود ممكن تعدله عادي، ما فيش مشكلة، اهو تعدله. لو انت هنا هتبدأ تشتغل على البيانات بتاعتك، اهو تقدر تشتغل على الكود الحركة، وتبدأ تخش على البيانات بتاعتك اللي انت اشتغلت عليها. وهنا مجرد ان انت ضغطت على اي صنف من الاصناف، تمام، بتقدر بتحط لي هنا التاريخ، هنا التاريخ مثلا، تاريخ النهارده مثلا، بقول له مثلا 21 21 اهو 8 ايه 2025، تمام. بقدر اقول للعميل رقم 6 مثلا خد معدل المبيعات 15، وسعر البيع مثلا 5 او 89 جنيه، المبلغ المدفوع مثلا هدفع 1000 جنيه، تمام. المبلغ المتبقي شهر 10، واقول له ايه ترحيل، بدأ يرحل لي الايه البيان بتاعي اللي انا اشتغلت عليه، ويدخل لي البيانات بتاعتي، بدأ يدخل البيانات بتاعتي اللي انا ايه شغال عليها، اه زي ما انت شايف كده. والرقم لو انا جيت على اخر بيان كده، تمام، واقدر اشتغل، اقدر ايه احدث البيانات بتاعتي. هنا اخش مثلا من على المصروفات، اقدر اخش على المصروفات بتاعتي اللي انا اقدر اشتغل عليها، ممكن اكبر ده شوية كده، تمام. هنا ممكن اقول له لا تعالي لي، اخش وابدا المساحة دي كده. لو عندي بيانات اقدر اقول له تعالي لي، واقدر امسح لي البيانات دي كلها واحط لي النموذج ده، تمام. واقدر اقول له تعالي لي اقفل كده، بدا النموذج يكون معايا اهوت. اجمالي احصائيات عندي ان المصروفات اهوت خلال شهر، تمام، اهوت الايجار اهوت عندي خلال الشهر، خلال البيانات بتاعتي بيبدا يديني اجماليات اهو، ببدا ايه اشتغل عليه. مثلا قلت له مثلا هنا فاتوره المياه، هنا مواصلات مثلا، اه هنا شهر 10، بيبدا يدي لك ايه النماذج بتاعتها بكل سهوله. بقدر اخش من هنا المصروفات، لو انا عايز ازود مصروف مثلا اقول له ايه غذاء، طعام تمام، وشراب، طعام وشراب تمام، وايه هنا اقول له تعالى خلاص بيبدا ينضاف لي هنا. لو انا جيت هنا مثلا اهو ببدا اخش على ايه طعام وشراب، بيبدا يشوف لي هنا البيانات بتاعته، تمام، البيانات بتاعتي الشهر 1 شهر 2 شهر 3. لو انا عاوز اي بيانات اقدر اشتغل عليها من هنا، حبيت ادخل اي بيانات كده المصروفات كده، ممكن اقول له تعالى لي فاتورة الانترنت، تمام، اهوت ممكن اقول له ادخل اي مصروف، اقول له تعالى لي واغير في التاريخ، او ممكن اقول له هنا اغلاق، تمام، بغلق النموذج بتاعي، او ممكن ايه اقول له اقفل عادي جدا، واقدر اخش على النموذج. نموذج هنا المشتريات، تمام، هنا المشتريات، وتقدر تحط المشتريات، ممكن تسجلها عن طريق التاريخ اهوت من هنا اهو كده، وتقدر تحط منها. وهنا ممكن اقول له رقم الفاتوره 1000 اهو، ورقم اسم المورد اقول له مثلا مورد رقم 6، واجي اقول له تعالى لي عدد هنا 15 في 55، تمام، وبدا يديني اهو ويديني الشهر اللي انا شغال فيه. يعني مجرد ان انا بكتب الاسم هنا ممكن اقول له هنا برضو اهو، تمام، اهو كنترول كاف اهو، بدا يديني اقول له رقم الفاتوره 125، هنا المورد، واقول له سلاح التلميذ مثلا اهوت، واجي اقول له الصنف بتاعي، واجي اقول له مثلا عدد المشتريات 16، واجي اقول له هنا 66، بيبدا يديني الايه النموذج بتاعي. وهنا كود الفاتوره، بيبدا يديني كود الفاتوره والبيانات. هنا المشتريات، ممكن ادخل المشتريات هنا عن طريق ايه البيانات والمشتريات بتاعته. ممكن ابحث هنا ايه بالايه باول حرف، اقول له مثلا فاتيكا، اه جاب لي فاتيكا كلها، اقول له زيت، هيقول لي زيت مثلا فاتيكا، مثلا قول لي ايه فاتيكا بجرجير، اي بيانات ان انت عاوز تشتغلها تقدر تشتغلها، وتقدر تحط البيانات مجرد ان عند كده، وبيبدا ايه يشتغل معايا. هنا الاستعلامات المشتريات، وتقدر تخش عليها من فيو، وتقدر عندك برنامج اهو تقدر تستخدمه، تعرف تشوف الاكواد الت اف 11، تمام، وتقدر تخش على الاكواد براحتك، اهي اهي كل نموذج اهو تقدر تخش عليه. وهنا برضو الاستعلامات تقدر تخش عليها، هنا تخش على الفورمز اهو، الفورمز اهو تقدر تخش على البيانات، وتقدر تشوف الاكواد بتاعته اهو، الاكواد بتاعتنا اللي احنا حاطينها في النموذج بتاعي، تمام، اهو تقدر تخش عليه، وتقدر تدخل البيانات بتاعتك اللي انت، او تشوف البرنامج شغال ازاي. برنامج هيقدر يفيدك في المشتريات والمبيعات،
خاصة الناس اللي بتحب تشتغل على الإكسل وتقدر تطلع بيها بيانات وتقدر تخش على المنتجات، تخش عاوز تخش على منتج جديد تمام، ممكن تمسح ده خالص، أقول له ديليت خالص كده تمام، وتقدر تدخل أهو الصنف الجديد بتاعك اللي أنت عاوز تتعمله، ممكن بحث استعلام وبحث وتبحث عن البيانات بتاعتك أهو، تقدر تشتغل عن البيانات بالكامل، وأخش من هنا أهو تقدر تخش على النماذج، النماذج كلها نماذج شغالة، تقدر تشوف البيانات اهو، ممكن اقول له تعالى المصروفات هنا، المصروفات ممكن اخش على الابرشيز ممكن من هنا تمام، ممكن اقول له كاستمر، تقدر تخش على اكسبنس هنا كده تقريبا، واقدر اخش على المصروفات واقدر ايه ادخل البيانات بتاعتي. برنامج مجاني بالكامل تقدر تشتغل عليه، تنزل بياناتك تعدل براحتك، عندك البرنامج هسيبه لك للسورس موجود تحت اسفل فيديو الشرح، اشتغل عليه، نزل البيانات بتاعتك، نزل النماذج بتاعتك اللي انت ايه اللي انت محتاجه. طبعا بتمنى من ربنا يكون وفقنا في شرح النهارده، ونلتقي في الحلقات القادمه باذن الله. شكرا لحضرتك.